شيء لا يوصف. أنا والله في أختي في منهم والله ما عرفتهم بالبداية، لحتى ضحك وسمعت ضحكتهم كذا لحتى عرفت إنه أختي يعني. فترة العشر سنوات 11 سنة يعني يعني تغير علي كثير أوجه. والله في أبناء من أبناء يعني ما عرفتهم. دخلت بسياسية إدلب 2012، كنا شيء تقريبا 5 شهور، بعدين حولونا على سياسية اللاذقية كمان ضلينا فيها 5 شهور، بعدين الفيحاء دمشق يعني سياسي إدارة تقريبا 10 سنوات يعني. بشكل عام يعني شوف الوضع يعني، بقول لك يعني أنت في سجن، في فرع أمن يعني معتقل يعني. إذا ما بدك تتعذب، الأصوات لحالها بتكفي، الأصوات لحالها هي لحالها بتكفي يعني. يعني عيدة عن الطبابي يعني، أشوف شلون فيها سوء. عيدة عن الأكل كان كتير 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 يعني قليل. صار في أفرع تحسن فيها، كنت أنا بأفرع يعني تحسن بالجوي. جيت انتقلت على العسكري، الأكل سيء جدا، والأكل ما يعني ما بيتاكل، عبارة عن رز مسلوق فقط ومي، بيجي مسلوق بالمي وبيجي هو حتى مي يعني، وملح ما في. والمرأة يعني عبارة عن مي وبطاطا سالينة فيها سلق حاطينها في بينا. طبابي يعني سيئة جدا يعني، طبابي بالأمن العسكري كانت يعني كان يقول أكثر من واحد يعني، في ناس كثير ترتفع حرارتها وناس تقرب، تعرف الأمراض إذا انتشر بمكان يعني محبوس من كل الجهات بقبو، إنه الأمراض مباشرة بتنتشر بين العالم. فبيقولوا بتجيب لي واحد بس، كان يقولوا للسجان الموجود، يقولوا للشاويش، يقولوا بتجيب لي واحد بس، أكثر من واحد ما بتجيب لي. موجود تعذيب يعني بكافة أنواعه، شيء لا يوصف. بيربطوا الواحد بالتخت، بيرفعوا له إجريه، في كلبشات من فوق بتثبت الإجرين، بيرتبط، بصير قطعة من التخت ما بيتحرك. طبعا بيصير ضرب فيه من كل الجهات على كل جسمه. كنت انا من الناس اللي كان بضل انضرب حتى يغمى علي، فتصحيتي تم بالمي والكهرباء، يسحقونا بالكهرباء من كل الجهات يعني، حتى لما نرجع ما حسنا لا على جنب لا يمين ولا يسار ولا قدام ولا لورا، كل جسمي محروق بالكهرباء يعني منسعقات الكهرباء. الثياب كان يغسلوا لها من الدم قبل ما يغسلوها يعني، بدي اقول لك يعني جسمي كان مصبغ من فوق لتحت، ما في شيء اسمه جلد ابيض، كله اسود اسود نيلي. فنزلت فيها تحقيق، فرحت تحقيق فادني انه كانت عالم تفوت وتطلع، فكنت اسال على اخبار ادلب واسال على اخبار البلد واسال اخبار كثير، فكانت توصلني اخبار جديده. وهن يعني نفسهم اللي طلعوا وصلوا خبر لاهليتي طمنوا انه انا عايش، لانه انا 4 سنوات مغيب ما حدا بيعرف عني شيء نهائيا. فوصلوا لهم خبر الفترات الاخيره يعني، هاي وصل لما وصلوا لهم الخبر يعني، حتى هن كانوا فاقدين الامل يعني تقريبا الوضع يعني. أنا بعد ما انتهيت محكوميتي وقعدت وخلصت وكذا، أخذوني وحجزوني بالجوي. فكان الشيء اللي توجه إلي من الأسئلة أخوتي، أخوتك شو بتعرف عنه كذا، فقلت له ما بعرف عنه شيء. فلا قالوا لي أخوتك جبهة نصرة، أخوتك كذا، أخوتك، قلت له والله ما بعرف عنه شيء. وفعلا أنا ما بعرف عنه شيء نهائيا. فاحتجزوني على هالأساس هذا، أنه بركي مبادلات، بركي كذا، بركي عرفت شلون بهالأساليب هاي يعني. وظلوا متحفظين فيها تقريبا شيء 4 سنوات يعني. بالاربع سنوات هاي يعني كانت صعبه كثير علي يعني، انعزلت عن العالم نهائيا، ما بعرف شيء عن اهلي، ما بعرف شيء عن افشلو، كانت كثير قاسيه يعني. هي بس انه مو فهد ما فيها التعذيب يعني، مثل الايام الاولى، مثل السنوات الاولى بالسياسيه وكذا، لا. صارت عمليه الخروج من السجن اساس سبحان الله كانت مفاجئه يعني الي يعني، ما كنت متوقع، وحتى كنت فاقد امل يعني. لما خبروني انه انت اذا لا خلينا سبيلك وين بدك تروح يعني، ما طلع معي كلمات، ما يعني صرت انطق احرف يعني. بس فخبروني اذا تدخل اسامي بدك تروح كذا، فما عرفت ردهم. وبصراحه انا ما قلت له ان انا ادلب، خفت ما يرجع يضلوا ماسكين فيني،
فقلت لهم حمام وكذا يعني وين بدي اروح. بالاخير في معي واحد، احنا كنا خمسة، فمسكت واحد من وراي وقدمته قلت له عندي، قال له ايه عندي. والله كل شيء انا تفاجأت يعني ادلب، انا ما انا فت يعني تفاجأت والله بالواقع الموجود هون، يعني في تغيرات كثير بهالبلد، وفي حتى اوجه تغيرت علي، ابنائي ما عرفتهم، يعني في كثير شغلات يعني ما توقعت صاروا بهالاشكال، ما توقعت صاروا يعني مدي ما هي سهله، 11 سنه يعني ما هي سهله يعني. رسالي انا يعني انه يكون في اهتمام بالنساء، في نساء كثير عرفت شلون، فبتمنى انه يكون اهتمام بالنساء وخروج النساء من المعتقلات، مو بالسجون بالمعتقلات، لانه في نساء صار من 2014 والله شيء بيبكي والله، فتيات يعني ما انه كبيرات وكذا يعني. لما شفنا نحن طلعنا بفوج كان في 45 امراه، ولسه في غيرهم شيء تقريبا شيء 150 امراه ما زالوا موجودين بالسجون يعني. يعني اكيد كل معتقل اللي حابب يوصله مثل انا اللي عم بوصله يعني، يعني بده الواحد بيقول لك انا مفقود يعني، عم بيقعدوا ناس شهر وشهرين وثلاثه عم بتحسوا كانه قاعد سنين، فانا لما اعطيهم امل يستغربوا مني يقول لي انت يا زلمه انه وصل لك هالعمر وما زال عندك يعني يقين، انك قلت له والله يقيني بالله، انا يقيني بالله راح اطلع.